الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، مستمعين في كل مكان، أحييكم أجمل تحية في هذه الانطلاقة الصباحية لهذه الفترة الجميلة، لهذه الانطلاقات، لهذه المشاركات التي ننطلق بها عبر ميدان الشهيد. إذن مشاهدين الكرام، مستمعينا في كل مكان، البطولة 16 هي تنطلق مع هذه الأشواط الكبيرة والعملاقة، أشواط الحقائق، أشواط المتعة والإثارة. ها هو شوط الحقائق عدان، الشوط 12 للمشاركين الذين يشاركون من أجل تحقيق حلم واحد هو الناموس. إذا المشاهدين الكرام، أذهب هنالك مع مقدمة الشوط، هنالك معاند عبيد المبارك بالحول الحارثي، أول المراكز متربعا على زمام هذه الأمور، وأيضا الجمع الغفير نقلة أيضا ممتازة إلى صاحب المركز الثاني. يا سلام بركان، أو عفوا ملول، تعود ملكيته صالح بسعيد بن سالم الوهاب. يا سلام اهالي السلطنة، المركز الثالث هنالك الوصول. الله العابر، عابر تعود ملكيته سيف السلطان الخيالي. يا سلام، الله من الجناح الأيمن الممتاز الخلاب، نجد تعود ملكي، أو عفوا المارد، انهيان بن حمد العامري يسيطر على المرتبة الرابعة، المركز الخامس. يا سلام، الله الله الله، المختبر المختبر، تعود ملكيته حمود بن علي بن حمد الجحاف. يا سلام، خمسة مراكز، فايف ستارز للمتقدمين الممتازين في هذه المعركة الجميلة لهذا السن الجميل، سن الصغار. يا سلام، أعود 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 مع المتربع على مقدمة وزمام هذه الأمور، هنالك أول المراكز. يا سلام، هملول شعار الإعصار الغربي. يا سلام هملول، يا سلام صالح بسعيد بن سالم الوهاب. يا سلام، المتربع، كل التربع على عرش هذا الشوط، على عرش هذا الشهيد. يا سلام، المركز الثاني، الوصول الجميل من عابر سيف بن سلطان بن كلثم الخيالي. يا سلام، مشاركا بهذا الشعار 1800 متر تفصلنا عن خط النهاية، والمركز الثالث. يا سلام، حمود بن علي الجحافي المختبر المختبر. يا سلام، رابعا رابعا رابعا. يا سلام، مشاركا هنالك سليل سعيد بن هيان بن مبارك العامري، المركز الخامس. الله 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 الله، يا جماعة حد يسلم وحد يستسلم، والمركز الخامس وصولا بعز الجيش علي بن عبد الهادي المري. لكن اعود، او عفوا مزاح لنايف بن خالد بن زايد الهاجر. لكن اعود الى مقدمة الشوط، الاعصار الغربي مع منعطف الاتحاد. الله الله، كرام مستمعينا في كل مكان، ها هو هملول يتربع على عرش هذه الزمام، وايضا الكيلو الاخير، لوحة الكيلو متر الاخيرة الزرقاء هذه تشوفونها بين عيونكم، وها هو الاعصار الذي يذهب مع هملول. تعود ملكيته
لصالح بن سعيد بن سالم الوهابي المركز الثاني. يا السلام، وصولا ايضا عابر، الله يا عابر، الله يا سيف يا ابو السلطان، يا الخيالي يا الخيالي، المركز الثالث، الوصول الجميل، الوصول من المركز الثالث، الله، هنالك المشاركة القوية أيضا من المركز الثالث، الوصول بهذه اللحظات، الفائز محمد بن سعيد الجربوعي، لك راح مع هملول أول المراكز، هنالك الإعصار الغربي صالح بن سعيد الوهابي، الله يا الوهابي، الله يا أهالي السلطنة، الله يا الوهابي، الله يا هذا العرض، الله يا هذه، يا هذه المتعة الجميلة، يا هذه المنافسة، كل يغني على ليلاه، ويا أبو محمد ها ها وأنت تغني. وحمود بن محمد الوهيبي، سلام وتحية، سلام وتحية، سلام وتحية. إذا ها هو هملول يحقق الإنجاز ويحقق سويك. إذا تهانينا إلى السيد صالح بن سعيد بن سالم الوهيبي وأهالي السلطنة، السلامات تذهب إليهم. المركز الثاني كان من نصيب الفائز محمد الجربوعي، ثالثا عابر لسيف الخيلي، خامسا كان من نصيب عزام لطالب بن سعيد المري، وبقية المراكز نتركها للجنة خطوة التحكيم. إذا كان من نصيب العصار الغربي الذي حقق بهملول الذي أنجز هذا الشوط.